توفي حامل مفاتيح الكعبة المشرفة وكبير السدن الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي عن عمر يناهز 79 عاما، فمن هو هذا السادن الذي غسل الكعبة أكثر من 100 مرة؟ وما قصة مهنة السدانة؟ صالح الشيبي ولد في مكة المكرمة عام 1946 ونشأ في أسرة عريقة توارثت سدانة الكعبة المشرفة لعدة قرون قبل أن يتولى منصب كبير سدانة بيت الله الحرام عام 1980 ويكون السادن 77 منذ عهد النبوة. أما مهنة السدانة فهي المهنة الأشهر والأقدم والأشرف في الحرم المكي الشريف، حيث يعد السادن الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح الكعبة المشرفة والمسؤول عن كل ما يتعلق بشؤونها من تغيير كسوتها وغسلها وتعطيرها بالطيب وفتح بابها وإغلاقه. كل تلك الأدوار محصورة قصراً على عائلة الشيبي منذ فتح مكة المكرمة في بداية العهد الإسلامي، بعدما أمر النبي الكريم بأن تكون سدانة الكعبة للصحابي عثمان بن أبي طلحة.